السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أشكر المشتركين في القناة وبشكر أصحاب التعليقات الجميلة سواء شكر أو نقد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن سيارة جديدة واردة الى السوق المصري. السيارة هي سوزوكي اسبريسو الجديدة واللي من المقرر ان يتم اطلاقها في مارس 2020. تستعد شركة مودرن موتورز وكلاء سيارات سوزوكي لمسيرة تقديم سيارة جديدة في السوق المحلي وتطرح لأول مرة في ظل خطة تحديث لموديلات سوزوكي محليا، وهذه السيارة هي اسبريسو التي يتم تصنيعها بجوار التو في الهند والتي قدمت لأول مرة في العالم في العام الماضي، ومن المنتظر أن تكون أحد استيرادات سوزوكي الجديدة في مصر بداية من شهر مارس المقبل. واعتمدت هذه السيارة على الموديل التجريبي فيتشر اس وتحمل تصميم مميز بغطاء محرك طويل وأجزاء جانبية عضلية، كما يتوفر للسيارة محرك سعة 1 لتر بنزين وناقل حركة مانوال أو أوتوماتيك. وتعتبر السيارة سيارة هاتشباك أو SUV صغيرة كما تطلق عليها الشركة، وتم إطلاقها في سبتمبر 2019 في الهند. وتتميز السيارة كما أوضحنا سابقا بمحرك سعة 1000 cc أو تحديدا 998 سي سي ثلاثي الأسطوانات بنزين مستعار من موديلات ألتو كي 10، يولد قوة حصانية 67 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 90 نيوتن للمتر عند 3500 لفة في الدقيقة، مع ناقل حركة مانوال 5 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي مانوال AGS. وتقدم السيارة في السوق الهندي في 4 فئات. وتتميز السيارة بالعديد من وسائل الأمان مثل فرامل EBS و EBD وحساسية الركنة الخلفية بصورة قياسية، كما يتوفر لها في الداخل شاشة 7 بوصات تعمل باللمس لنظام ترفيهي في أعلى فئاتها. ومن حيث التصميم تحمل السيارة شكل السيارات المربعة للحفاظ على فكرة اقترابها في الشكل من السيارات الـ SUV. وتأتي السيارة بارتفاع مناسب وتصميم جريء وخلوص أرضي كبير للحفاظ على فكرة الـ SUV في هوية السيارة مع صغر حجمها. وتأتي مقدمات السيارة بوحي موديلات فيتارا بريزم على مسات كرومية أنيقة في شبكة التهوية والمصابيح الأمامية المربعة والإكسدام الأمامي. وتتميز هذه السيارة عن باقي سيارات الهاتشباك في فئتها بشكل الـ SUV وباتساع كبير عن باقي السيارات المنافسة، مع حقيبة خلفية كبيرة ومصابيح خلفية مربعة الشكل. كما تعتمد السيارة على نفس منصة الإنتاج التي تصنع عليها موديلات واجون أور وسويفت وبلينو وموديلات أخرى. ومن حيث الأبعاد تأتي السيارة بطول 3.6 وعرض 1.5 متر وقاعدة عجلات بطول 2.3 متر مع عجلات قياس 13 أو 14 بوصة، مع توفر السيارة بخيارين في الارتفاع الأول بواقع 1.5 والارتفاع الثاني بواقع 1.6 تقريبا. وفي الداخل تتميز السيارة بمكسورة بلمسات سوداء ولوحة قياسية بلمسات لونية من هيكل السيارة، مع كونسول وسطي دائري الشكل يتميز بأزرار للتحكم في التكييف والزجاج الكهربائي وفتحات USB ومخرج كهربائي بقوة 12 فولت وعدادات رقمية. وفي أعلى الإصدارات في السيارة يتوفر وسادتين هوائيتين وحساسات الركنة الخلفية وغلق الأبواب آليا، مع حساسات السرعة مع تقديم وسائد السائق الجانبية بصورة قياسية في الإصدار الأساسي. كما يتوفر في السيارة مشغل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وأزرار التحكم في الصوت من عجلة القيادة وبلوتوث. وقالت الشركة أن السيارة مخصصة للسوق الهندي، كما أنها مجهزة للتصدير لدول أخرى في العالم. وقالت ماروتي الهند أن تقديم السيارة جاء بناء على دراسة حول توفير سيارة للشباب تتمتع بالسعر المناسب وتكاليف تشغيل مناسبة، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة البسيطة مع تصميم جريء وجميل. كما أكدت أن اسبريسو الجديدة تعتبر تحول كبير في مجال السيارات المدمجة في الهند، مع لغة تصميم مستوحاة من سيارات الـ SUV والسيارات المناسبة للمدن. ويمكن أن تنافس هذه السيارة الفئات الأعلى في الهاتشباك في مصر مثل رينو ساندير وستيبوي وهايونداي وغراند آيتن وفورد فيستا. أما عن رأيي الشخصي في السيارة، فالسيارة تصميمها جيد جدا وتمتاز بخطوط وشكل فوانيس تجعلها أقرب للجبر نجيد. فإذا ما قدمت بسيارة تنافسي فإنها ستكون خيار جديد أفضل من سوزوكي ألتو، ومن الممكن أن تنافس العديد من السيارات مثل رينو ساندير وستيبوي وآيتن. أما عن سعر السيارة، فالسعر الرسمي للسيارة في الهند يتراوح بين 100,000 جنيه حتى 130,000 جنيه حسب الفئة، ومرتبع في
أن هذه الأسعار لا تشمل أرباح الوكيل والتكاليف الأخرى التي اعتدنا أن تكون الآن على الإطلاق من بين دول العالم، وبالتالي فإن السعر المتوقع لطرح هذه السيارة من الممكن أن يتراوح بين 150 ألف جنيه و 200 ألف جنيه. أما عن قرار الشراء فالسيارة بمجرد طرحها بسعر معقول ستحظى بقبول كبير، وذلك لتاريخ شركة سوزوكي في مصر وتفضيل الكثير لها، حيث أنها دائما ما تقدم الاعتمادية واقتصادية التشغيل. شكرا على المتابعة، وانتظرونا في مزيد من التقارير، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.